اخر فقراتنا لليوم، بيسعدنا استضيف دكتور وليد ابو دهن. اهلا وسهلا فيك بونجور دكتور، بلانش، كيفك؟ صباح انت كيف؟ اليوم السيدات حصته الكبيره صح، اليوم بهيدي، بس نحكي عن السيدات. عن جد وجع اسفل الظهر اه يلي حدا يتصل من الرجال بليز اليوم؟ ممنوع للرجال تتصل الا اذا عطلان هم مدامته. لا اكيد. يلا لحقت على رقم الهواء قديكم مشاهدينا، تواصلوا مباشره مع دكتور وليد ابو دهن، تطرحوا عليه موضوع او سؤال بتعلق بموضوعنا لليوم، الام اسفل الظهر. ليش خصيت النساء وكانه اسبابها مختلفه عن اسباب؟ اكيد، لانه اليوم الام الظهر هي يعني متشابهه بين الرجال والنساء، بس كمان في شغله مهمه، لما المراه سيدة تكون عندها وجع بظهرها حابين يرفقها وجع بالبطن. اوكي، ساعتها بنعرف انه في هذا الوجع هو ريفيرت بين من وجع من الظهر جاي من شغله ثانيه، عم بيعطي ريفير بين على منطقه الظهر. اوكي، وكمان هيك بيجوا عندنا كثير ناس سيدات عندها اوجاع ظهر، بس هي من الاسباب مشاكل غير. اوكي، عم نحكي البطن. شو المشاكل اللي ممكن تكون موجوده بالبطن اللي عم تعمل هالانعكاس؟ اوكي، نحن عم نحكي عن بشكل عام. عندك مثلا فور اكزامبل في اسباب عديده، اول سبب اللي بيكون البي ام اس، ما قبل الدوره الشهريه. نعم. خلالها اللي بصير في تغييرات هرمونيه، يصير في حقن للدم بالحوض وبالرحم، هي بتعطي اوجاع ظهر. فعندك مشاكل، بكون عندك التهاب في بطانه الرحم. اوكي، وهيدي بتصير كمان تعطي وجع كثير قوي بالظهر مع وجع بالبطن. بس هيدي كيف بتنعرف؟ بكون في افرازات، ما ريحه قويه. ساعات بنعرف انه هيدي مشاكل نسائيه، المفروض هودي روح عند حكيم نسائي. اوكي، اخصائي نسائي. فعندك مشاكل الحمل، كمان الحمل كثير بيلعب دور على على وجع الظهر، لانه بيرتخوا الاربطه اللي حضروا الجسم للولاده، وهذا بصير في عندك ضغط على المفاصل، وبالخاص بنحكي فقرات هن مفاصل، كل فقره وفقره هن مفصل. نعم. سعودي كمان بيصيروا بيعطوا وجع، وبلاس في عندك كمان الحمل برات الرحم يلي بيصير حالات كثير، وبفكروا انه هي ان الرحم انه في حبل مضبوط، بس بيكون هو حبل منه صحيح، بيعطي اوجاع ظهر، بيعطي التهابات، وبيعطي مشاكل وجع ظهر. اوكي، فاذا النيرفز اللي طالعين من سلسله الظهر مربوطين بالحوض ومربوطين بالبطن. لانه العمود الفقري له وظيفتين، اول وظيفه بنحكي كعمود فقري هو جسر، هو بيحمل الجسم، والشغله الثانيه هو بيمرق في نخاع الشوكي، بيتفرع منه كل الاعصاب، وكل الاعصاب اللي هي بتتواصل مع الدماغ خلال هذه الشبكه العصبيه. اوكي، سو هذا العصب اذا مرق محل معين وفي التهاب، في ضغط عليه، او هذا العضو الموصول بالعصب في مشاكل، رح يعطي ريفير بين المنطقه اللي بيجمعوا فيها الاعصاب. نعم، نحن بدنا نقول للمشاهدين صار فيكم تتواصلوا معنا على 0149 1703 لتطرحوا اسئلتكم على دكتور وليد ابو دهن. دكتور، بس هيدا الالم اللي هو شهري تنقول يعني بيروح كم يوم، بنتاخذ له دواء للوجع بيختفوا الالمين، يعني الم الظهر والم البطن. صح. بنفس الوقت معقول يعمل مشاكل عضويه بالفقرات باسفل الظهر على التكرار؟ لا، ما بيعمل هذا الشيء. يمكن بيصير اكثر شيء التهاب بالعصب اللي هو بيمر بالمنطقه، بس عضويه بالنسبه لفقرات او عمود فقري ما بيعمل مشاكل. اوكي، على عكس الولادات المتكرره ولا لا؟ هلا الولادات المتكرره بتاثر على الحوض الطبيعي، بتاثر على الاربطه، لانه اليوم كثير مهم انه المراه بعد الولاده تعمل تمارين عشان تشد عضلات الراحل الحوض، لانه حترجع هذا الرباط يكون لما يكون بعده رخو. بس اغلب النساء بعد الولاده ما عندهم وقت وما انه قادرين يعملوا هذه التمارين الخاصه اللي بيعملوها اللي بسموها كيجل. بصير في عندهم ارتخاء بالاوتار الاربطه اللي بتكمش الحوض. اوكي، بصير عندهم بيقول لك هبط عندك المبولي، صار عندك مشاكل بالرحم، لانه أوكي. كله هيدي الاربطه اللي بتكمش رح في ارتخاء. اوكي، علاج الظهر ساعتها؟ علاج الحوض اكيد بيتعالج، طبعا بيتعالج حتى نرجع الحوض للتكوين تبعه. اوكي، هو الحوض لما بيفتح ليصير سهل عمليه الولاده بده يرجع يسكر. صح. اذا كان هالاربطه ما رجع بطريقه مضبوطه كوريكت، بده يكون في عدم توازن. اوكي، هو عظم الحوض يلي بيتوسع ولا الاربطه يلي بتشد؟ اللي بيرتخوا الاربطه بتيك مش عظم الحوض. اوكي، لما بترتخي بيفتح الحوض حتى يسهل عمليه الولاده. ايه، سو هذا الرباط اللي هو اللي بيرجع بشد بعد الولاده، مفروض نعمل تمارين لنشد عضلات الحوض حتى يكمش.
وبدهم قديش وقت السيدات ينطروا للحمل الثاني؟ لانه كمان لا قد ايه بدها مرحله يعني لترجع الامور مكانها. هلا هو ما في فتره معينه، بس انا شخصيا بقول مش اقل من سنتين. نعم. حتى يرجع العضلات لوظيفتهم، حتى كمان مره تستعيد صحتها وعافيتها، مش بس على صعيد الحوض والظهر، كمان الغذاء اللي تعبت تعبته خلال الولاده. خلينا نروح دايركت لي على الكلينيك لعندك، يعني وكانه تنحل هونيك بلا ما نضلنا ناخذ ادويه ونعمل سكان ونضلنا عنتلانين هيدا الهم. مازل باللوجيك اللي انت عم تشرحه دكتور وليد، سلسله الظهر البيس تبعها ومربوطه بهيدا الحوض، يعني نحن الشغل عندك على الفقرات، على الفقرات وعلى الجهاز العصبي. أوكي. حتى كمان نسهل ونريح الفقرات، نرجع للتخوي مضبوط، عمليه التواصل بين هذه الاورجنز الاعضاء والجهاز والدماغ تكون مرة بطريق مرتاحة. إذا في شد عضلي، إذا في ضغط، إذا في ديسك، إذا في انزلاق غضروفي ضارب على العصب، تلقائيا هذا العصب لو مرح أي بعضه بده يتأثر فيه، صح؟ لأنه هذا العضو بواصل مع الدماغ واسط هذا العصب يلي بيبعث له الانفورميشن. الدماغ من هون ونزول ما بيعرف شو بيصير، بتعتمد على الداتا اللي بتيجي. كمان هيك حسب شو بتوصلوا الداتا، أي عصب بيصير فيه عليه ضغط اوكي، كانه بالديسك، كانه بشد عضلي او عدم استقامه العمود الفقري، صحيح بيخسر 60% من التواصل مع الدماغ. خلينا نروح للاتصال. الو نوش، بونجور للدكتور، ممكن حكي؟ بونجور مدام، تفضلي. دكتور ميرسي. بليز دكتور، انا بال 2014 وقعت كسرت الساكرو الياك، ومن وقتها تاثرت كثير لانه بقيت 15 يوم بالمستشفى ورجعت 6 اشهر بالبيت على تخت من طابور الاوبيتال مشان بقدر واقف على اجري. بعدين رجعت تعالجت، بس عندي كان من قبل عندي وجع ظهر، عندي سكوليوز شوي. عمري 84 سنه على كل حال، ماني صغيره ابدا. ميرسي. بس على كل حال من وقتها عمل بتعالج، عم باخذ ادويه، بس لهلا ما في عندي ابدا قوه باجري. من ورا بفتكر الوقعه تبعت ساكرو الياك، رحت شفت حكمه في الحكيم تبعي يلي عنا اياه من زمان، حكيم العظم. بقول لي هيدا ما له رماد، يعني بدك تاخدي بس اشياء كلمه، وعندي قصه البلاكيت كمان ممنوع، عندي سيارين بالدم ممنوع اخذ انتي انفلاماتوار او اي دواء، يعني عندي مشاكل صحيه. رحت عند اخي حكيم مؤخرا من شي 5 اشهر، قال لي ارفسي، جيت عم بارفس مسكت البيرو تبعه بدي ارفس ما قدرت، قال لي عندك بروبلم بالساكرويلياس؟ قلت له دكتور مكسورين من 2014 بس شو ما بيلحموا هودي. قال لي ديفيسيل ما. اوكي. سيديو اسا دكتور ولا في شيء علاج لإلون؟ اهلا وسهلا فيك وسلامة قلبك. كل هيدي الاستوار ورغم السن بعد شيء تواصل بين ال عم بتحكي انه هي عم تحس انه في ضعف بجريها. إيه؟ ما سمعتها واضح، بس حسمت انه هذا الضعف بجريها ما بتتوقف كثير عليها. كمان بيعطوها كالمون، كالمون بيريح بيرخي. كالمون هو مصر ريلاكسون، يعني المده هي تشد عضلاتها. اوكي. بدها تشد عضلاتها. يعني ممكن الانرجي والقوه ما عم بتخليها توقف لانه كثره الادويه اللي عم بيرخوا العضل. هلا هي قالت بتعطيها كالمون. ايه. كالمون هو اسمه كالمون، هو بيرخي. أوه. اوكي. سو معقول هيداك عم بيرخي عضلاتها. هلا اكيد فينا نساعد اذا ما دام بتحكيني تحت الهواء. انا نعم. بنسالك كم سؤال. أكيد، لكن تواصلي ورجعي معنا برجي بيعطوكي رقم دكتور وليد أبو دهن. يعني بنفهم هلا إنه الصبايا خاصة يمكن عمر صغير اللي عندهم كثير أوجاع ظهر مع بيريد قوية يمكن بيعملوا جلسات علاجية. أكيد فينا نساعدهم، بس كمان أنا بنصحهم إنه هذه الفترة هلا انتبه، هي هالفترة بين العشرين والثلاثين هي البيك تايم للوجع للصبايا، بعدين بصير تخف. بس كمان فيهم ينتبهوا للغذاء، يعني بهالفترة الجمع الأسبوع ما قبل وخلال الفترة هو كثير يكتروا من الفواكه والخضرة. أوكي. يبتعدوا عن الأملاح والألكول والكافيين. أوكي. هيدي كثير بتساعد. أوكي. مانيزيوم بياخدوا كمان. أوكي. هلا مانيزيوم والكالسيوم هيدي والفيتامينز هيدي إذا عندهم نقص. هيدي شو بتخفف تحديدا؟ قوة البيريد. الوجع، بتخفف الوجع، لأنه كمان الملح والكافيين
اجهزه للاوجاع بتزيدها، وفي استفيد مثل بيقولوا لك خدي بابونج. اوكي. ما يعني هي وصفه الماما خدي بابونج. ليه؟ لانه بتريح، بالفعل بتريح لانها بتخفف الاوجاع. سو كثير مهم يعرفوا التغذيه ويكثروا بشرب المي السوائل قد ما في يشربوا مي. هي اذا بيتبعوا هذا النظام الغذائي رح يحسوا كثير، رح يخف وجع خلال فتره البي ام اس. في انواع رياضات معينه بتنعمل لتريح المنطقه الظهر عم نحكي؟ لكن رياضات حسب المشي والسباحه واليوغا الاشياء الخفيفه. أوكي. حمل الاوزان اكيد بنجرب نجربهم بخل الوجع لانه هيدي المنطقه تعبانه. بلانش عنا كثير مهم، كثير مهم اللي انا بركز عليه وانا الثيوري تبعي انه احنا لازم نعالج سبب الوجع مش نسكت الوجع. اوكي، لازم نشوفنا شو هي اللي عم بسبب الوجع وشو المشكله ونعالجها. يعني انا تركيزي انه حل المشكله مش سكن الوجع. صحيح. أوكي. صحيح. اذا بناخذ بان كيلر، اوكي، اسمه بان كيلر، يعني بيقتل الوجع بالضبط، ما بنحل مشكله. مش هيك كل اربع ساعات بدك ترجع تاخذ حبتين؟ صحيح. اوكي، فاذا بهيدي الحاله الغذاء هو كثير مهم. رح ناخذ اتصال. الو الو الو، بونجور، تفضلي. بدي اسال الحكيم، انا بعده عم يحكي هو. تفضلي. يلا خفف التي في عندك لتسمعي. انا عندي وجع ظهر بس لما بدي بقعد، لو قعدت يعني ربع ساعه بقوم بدي اوقف، ما فيني احصل ظهري واوقف مضبوط امشي، بمشي انا وحاني ظهري. صح. اوكي، هذا اللي بدي اعرف. سلامتك. هيدي عندها مشكله بال1000 وال1005 اخر فقرتين بالعمود الفقري، في ضغط على الديسك. اوكي، لما نقعد نحن بيفتح شوي الحوض، هودي الفقرتين بيكبسوا اكثر وبيعطوا هالعوارض. سو هيدي مشكلتها، عندها اخر فقرتين ضاغطين على الديسك والديسك عم يضرب العصب. توقف بس تمشي شوي بتحلحل، بس بتضلها منحنيه. ليه بتنحني؟ لانه بتشيل الضغط عن الظهر. هيدا شيء طبيعي الواحد بيعمل بلا ما يفكر، حتى يخفف الضغط. هيدا علاجها هين، اكيد فينا نساعدها. ومشكله من ظهرها. دكتور وليد، العلاج ما بيصير مباشره على الفقرات اللومبار ساعتها؟ نحن بنشتغل على كل العمود الفقري، لانه الجسم كله ون يونت. بقول يعني مثل القميص بتشديه من ميل رح يرجع لك من ثاني ميل، ما بيشتغل بس على اللور باك والتركي الرقبي، لكن هو بيعمل كومبنسيشن. نحن على طول بنشتغل على كل العمود الفقري، كل العلاج نشتغل فيه بيكون رح تقويم للعمود الفقري ككل. والتقويم بدون طاقه، بدون اوبر، بدون تمارين، بدون وجع، وبدون اي سايد افكت. قد ايه بياخذوا وقت الجلسات؟ كم جلسه يعني؟ قد ايه فتره العلاج؟ حسب، يمكن تاخذ جلسه يمكن تاخذ 10 حسب الكيس. ومن بعد اول جلسه شو بحس المريض بالتحسن؟ اكيد بحسوا بالتحسن. الناس اول جلسه في ناس بحسوا شوية تحرك الاوجاع، وحسب الكيس كمان، كل حدا شكل وكل حدا بيكون يعني ردة فعله مختلفة. نعم. الاكزرسيسات او العلاجات ما بعد الولادة امتين لازم تبلش لنضمن انه رجع العمود الفقري جالس؟ الاكزرسيس بسموه كيجل، هودي التمارين اللي بشدوا العضل ويرخوه. هيدي المفروض تبلش من بعد اسبوع من الولادة. نعم. اوكي. وهيدي نلعبها بشكل يومي حتى تشد عضلات الحوض وترجع اللي بيرجع الحوض بشكل قوي، وبخفف هذا المشكلة معقول تصير على مستقبل الارتخال المبولي والعضلات والرقبه. اوكي. من اول اسبوع بتصير هيدي. والافضل نتوجه لعندك من بعد الولادات ولا لا؟ هيدي كافيه. حسب الكيس. نحن في عندنا علاج من بعد الولاده، فعنا علاج بنساعد الحوض يرجع طبيعته، او بنرجع له التقويم طبيعي ما بعد الولاده اكيد. نحن وفينا نعالج الامراه الحامل كل فتره الحمل لاخر يوم. سيف. فيري سيف، فيري سيف، وحتى اكثر من هيك بلانش. نحن من العلاج اثبت انه بيحضر الحوض ليكون بوضعه الطبيعي. يعني في كثير حالات بتولد طبيعي، عم بيكون الحوض بالحاله الطبيعيه، لانه العلاج بيعمل تقويم، بضل الحوض جالس، بصير اسرع الولاده وما بيعوزه يمكن طلق اصطناعي. يعني حتى مش هيك، بيكون الحوض بشكل طبيعي، التقويم تبعه ما بصير مشاكل. نعم. او الوزن الزايد عند النساء خاصه بمنطقه البطن قبل المينوبوز او خلال المينوبوز كمان بياثر مباشره أكيد. على الاسفل، لا بيتغير السنتر جرافيتي، نقطه الجاذبيه. نفس الشيء بالحمل، لما بصير وزن دافش لقدام شو هيدي بتلعب دور، بلس كمان الكعب العالي يلي بيدفش الجسم لقدام بياثر كمان. هيك عند النساء عنده اكثر عرضه لمشاكل وجع الظهر من الرجال، عدم الرياضة. يعني اليوم صرنا بعصر، إذا بدنا شغلة من شارع تاني نركب السيارة نمشي. صح. انشغال المرأة ببيتها بولادها. نعم. وشغلها ما بيعطيها وقت لتعيش حياة طبيعية أو يكون عندها
تمارس الرياضه بشكل طبيعي، سو هذه كلها امور تلعب دور وبتاثر. دائما بحب اذكر باختصاصك باخر لقائنا، هالاختصاص يلي من دون الم من دون وجع. دكتور وليد، شو بتحب تقول بنهايه لقائنا؟ انا بقول انه اليوم عم نحكي اليوم عن موضوع اليوم، انه مش مشكلة الاوجاع الظهر اللي بتجي من بتيجي تكون ديسك يعني. هي ديسك، معقول تكون مشاكل خاصه بالمشاكل النسائيه. فهون نحن كثير بيجينا حالات بنحول لندغنا الحكيم النسائي، لازم يعرفوا شو الحالات ويعرفوا من طبيعتهم، ينتبهوا على صحتهم، يراعوا، ينتبهوا على جسمهم، يهتموا بجسمهم، جسمهم اذا ما اهتموا فيه هلا بده بعدين هو يقول لهم سوري انتم ما اهتميتوا فيه. شكرا لك دكتور وليد ابو دهن. مشاهدينا هون بتكون خلصت لقاءاتنا لليوم، انا بودعكم، بنشوفكم بكره، تضلوا بخير.